لا تنحب شوق وحنين، إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين، إن شاء الله دايما تامين ولامين. بدون رصيف، تجاوز لكل محطات السفر في بلادي، الاتجاه شمالا حيث الحنية وسعة الصدر والقدرة على تقبل الآخر، والقبلة السكة حديد. عطبرة مدينة يتميز أهلها بالحنية والطيبة، ولها القدرة على أيضا مشكلة ومزيج من أعراق مختلفة، شوايق وضناغلة وجعليين وغيرهم من القبائل السودانية. أستعين في هذا الأستوديو وفي هذه الجلسة بكل هذه الحنية وكل هذه الطيبة والسكة حديد والقدرة على استيعاب الآخر بأشخاص موجودين معي داخل الأستوديو لتسامر وأيضا نتحدث حول هذه المدينة الجميلة اللي شكلت في وجدانهم العديد من الجوانب المختلفة. سعيدة جدا أن يكون معي داخل هذه الجلسة وهذا الأستوديو، استوديو قناة الشروق، الأستاذ والكاتب المسرحي والمخرج المسرحي وأيضا شاعر الأستاذ قاسم أبو زيد. مرحبا بك أستاذ قاسم. مرحبتين ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى أنه نقدم حاجة ذات معنى. كل سنة وأنت طيب والعيد ينعاد عليك إن شاء الله بخير وصحة وعافية إن شاء الله لكل الشعب السوداني الجميل البطل إن شاء الله. أيضا سعيدة جدا أن يكون معي داخل هذا الأستوديو الملحن الأستاذ عاكف حسن عدلان. مرحبا بك أستاذ عاكف. يا مرحب بكم، وأنا سعيد جدا أن أطيل للمشاهد الكريم عبر القناة الرائعة قناة الشروق، وكل عام أنتم بخير والجميع بصحة وعافية إن شاء الله. أيضا نرحب في هذه الجلسة بالأستاذ الشاعر تاج السر عبد القادر. مرحبا بك وكل سنة وإنت طيب والعيد ينعاد عليك إن شاء الله. مرحب بكم، والشكر الجزيل لقناة الشروق، وقناة الشروق عودتنا إنها قناة مبدعة وقناة خلاقة، ونتمنى إنه يعني نقدم شيء يسعد ويكون وافي ويليق بمدينة عطبة. إذا نرتوي من هذه الجلسة المليئة بالطيبة بأغنيات وندوزنها ونموسقها بأغنيات جميلة عندها مكانتها عند أهل عطبرة وأيضا عند الشعب السوداني. نرحب كثيرا بالأستاذ الفنان خوجلي هاشم. مرحبا بك أستاذ خوجلي، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنتم طيبين والمشاهد الكريم طيب، وأتمنى أن نقدم معكم حاجة خفيفة ونرضي المشاهد بإذن الله. بإذن الله تعالى. أستاذ تاج السر، عطبرة مدينة مصنوعة وعمرها ممكن نقول عليه تجاوز 100 سنة، وزي ما قلت هي مزيج من قبائل مختلفة، ضناغلة وشوايق وجعليين، يعني أنا بذكر على سبيل المثال بالتأكيد ليس الحصر، ويعني كان عندها سبق في أن تضم قبائل مختلفة وتجمعهم بحنية وبطيبة، ومعروفين أهل عطبرة بالميزة الجميلة دي، وإنتوا فنانين مركتوا من المدينة الجميلة دي وارتويتوا من النبع الجميل ده، شنو شكلته فيك عطبرة؟ والله ما في شك إنه مدينة عطبرة مدينة موعودة مع التاريخ يعني، ومدينة بتكون يعني حاضرة في كافة الفعل السوداني يعني، في المناحي الثقافية الرياضية السياسية الاجتماعية، يعني فيها نسيج من القيادات ونجوم في كافة ضروب الحياة يعني. وأنا بقوم أزعم إنه مثلث الإبداع في السودان بيتكون من أم درمان، مدني، عطبرة، هي إحدى مثلثات الإبداع الثلاثة، ويعني ده ما انحياز لي، لكن عطبرة زي ما قلت لك مدينة دائما على موعد مع الأحداث يعني. هي شكلتك فنيا؟ هي شكلتني فنيا، وشكلت الرياضيين، وشكلت السياسيين والفنانين، وفي كل مجال بنلقى فيها نجوم مجتمع يعني. أول حاجة كتبتها في عطبرة؟ تذكر أول بيت شعر كتبته؟
أول بيت شعر كتبته ما هي في التحديد بأنه في عطبرة، لكن كنت يعني عطبرة بشكل لي هوى يعني. نسمع حاجة كده بتقول بستناكي ليه باكر وليه بعده، لأنه عيونك الحلوات لعيني يوم وعده، لأنه قلبي فرحان بيك وفي عينيك بيشوف سعده. ده أول جات ولا ما بيت شعر أنا كتبته يعني، لكن عبر ظلت تشكل جوايا يعني كل اللمسات الإبداعية يعني، وهي زي ما بقولوا سكة حديد، هي كانت منبع للحضارة ورسول لكل المدن. عطبرة حنتكلم فيها، مدينة يعني ألهمت الكثيرين من الفنانين اللي خرجوا من مدينة عطبرة، وممكن نذكر أيضا على رأسهم الأستاذ حسن خليفة العطبراوي. أستاذ قاسم، عطبرة مدينة عندها القدرة على أو هي فيها توليفة مجتمعية مختلفة. والله طبعا أنا حتكلم عن عطبرة، أنا الآن زي حليت ضيف على أبناء عطبرة، لأنه أنا أساسا من الدامر يعني. ولكن احنا في انا بالنسبه لي بتعامل مع السودان كل واحد بالنسبه لي مع خصوصيه المدن يعني، او لكل مدينه علاقه ولكل مدينه تاريخها ولكل مدينه صناعتها في جعل انسانها. ولكن احنا دائما بنتكلم عن حاجه اساسيه اللي هو النيل. النيل حمال للسير، حمال للتواريخ، ويمكن هو عطبرة منطقة النيلين، نهر عطبرة والنيل. نحن نتكلم عن النهر النيل اللي هو ربط ما بين كل السودان ده باعتبار ما كان من نيمولي لحد حلفة. حلفة وحيظل وحيربط بين نيمولي وحلفة حتى بعد هذا الفصل الذي تم ما بين أبناء البلد الواحد. ولكن نقول إنه هي مدينة عطبرة ومدينة الدامر هم مقابلات لبعض. بنزل إذا كان نهر عطبرة بيفصل بين المدينتين اللي هو شمال العطبرة نهر عطبرة والجنوب نهر عطبرة اللي هي الدامر. أنا بالنسبة لي في علايق وأمشاج كبيرة جدا ما بين المدينتين من ناحية بتاعة التكوين الإثني السكاني، ومن ناحية بتاعة العلاقات الأسرية والعلاقات الرحمية. ويمكن المدينتين الاختلاف بسيط جدا في المكونات الثقافية والجغرافية والبسيط في العادات والتقاليد. ويمكن مدينة صنعت زي ما قلت انت قبل شوية عطبرة، ومدينة اصلا هي تاريخية قديمة. لو ما هي كانت بكل هذا يعني المساحات اللي مزابة بين عطبرة والدامر ما كنت يعني تلاقيت باستاذ خوي. لا انا ما اتكلم عن المسألة دي في شكلها ده يعني. انا بالنسبة لي الوطن واحد بالنسبة أكيد. لي انا مدني وعطبرة والخطوم كله، والمبدعين في السودان كله بالنسبه لي هو مبدعين يمثلوا وجدان سوداني واحد. يمثلوا قضايا سودانيه مرتبطه بالانسان السوداني في تاريخه الطويل وفي نضالاته الطويله جدا. لكن بعد ذاك نحن نتكلم عن انه المنتج بتاع المدن دي او بتاع الابناء المناطق، هل هو منتج كان يستحق انه الناس يقيفوا عليه في تاريخ سواء كان تاريخ عطبرة أو تاريخ. لما نجي نتكلم عن الفصل ده بيبقى فصل لدراسة المدن في خصوصيتها. وافتكر انه الحلقة هسي ما عندنا علاقة بغدر ما معنا بانه في منتج بيخص اخونا الشاعر تاج السير والأستاذ الفنان خوجلي هاشم. خوجلي وانتاج 200 اول مرة تعاملت مع خوجلي هاشم؟ والله يعني بدري يعني. خوجلي انا بعرفه لما كان في المتوسطة، وقت ذاك انا كنت أستاذ في المرحلة الثانوية، وهو كان صغير يعني، وتربطني به صلة القرابة والرحم يعني. والحياة الحقيقية كانت من خلال أخونا عاكف، لأنه أنا صديق حميم جدا لزلفغار حسن عدلان، وهو الأخ الأكبر لعاكف. وزلفغار معروف بالنسبة للناس، هو كاتب مسرحي ومخرج وممثل وكاتب دراما للاذاعه والتلفزيون. معروف. يمكن نحن لما كنا بنتلاقى انا وزلفغار، صح زلفغار بيكبرنا سنا، ولكن في الفن والابداع ما في فروقات بقدر ما هي هموم ومصداقيه اكثر في طرح القضايا. نعم. تعرفت على برضه كان في المتوسطه وقتها عاكف، وكان من الوقت ذاك بيعزف على العود بشكل جيد جدا. حتى لما زلفغار قال لي يا اخي انا عندي اخوي عنده محاولات في التلحين، اديه شعر يغني، وانا
ضحكتها يعني انه لانه كان صغير جدا. لكن فوجئتها بعد فتره لما هو قام سجل على شريط كاسيت ريكوردر بعض الاغنيات، وجاء في بعض حضورنا في بيتهم، جاء قام سمعني واحده من الاغنيات، حسيت بانه هذا الشاب الصغير هذا الصبي وراه ابداع كبير جدا، وقد كان وقد حدث. نعم. يعني استاذ عاكف اتعاونت مع استاذ خجل هاشم ولحنت له يمكن ثلاث اربع اغنياته. نعم انا يمكن يعني خجل هاشم كانت عنده تجربه قبل استمعت له من خلال الاستاذ الجميل من صديق الشاعر وملحن برضه. كان عنده عمل بالرغم من انه كان في بداياته، لكن بدا في سعى لانه يعمل اغنيه، كانت اغنيه جميله هي اغنيه السؤال في الريد حقيقه، وعجبته بالصوت والامكانيات بتاعته. وبعد ذاك انا كان زي عندي زي ثلاثه اربع اعمال كده، دي كانت يعني ضربه البدايه مع اخوي جلي، هي في الثمانينات يعني منتصف الثمانينات. منتصف الثمانينات وجود صوتك استاذ خوجة 87 87. نعم. اول زول تعاونت معه كملحن استاذ عاكف؟ هو استاذ عاكف بس بقول لك امين صديق. امين صديق اول من تعاملت معه باغنيه سؤال في الريت. والاميره؟ والاميره هي 86 لاخونا الاستاذ سعيد السير عبد القادر. هي حقيقه يعني بس انا كنت محظوظ جدا انه القى مبدعين في الزمن ده ومن شعر وملحنين، وحقيقه انا كنت اهتميت بانه انا لانه ما كنت بقدر يعني الوقت ذاك عطبره بالتحديد او السودان عامه الفن كان فيه او الغناء كان فيه بصوره جميله وما زي اليوم، يعني الغناء كان فيه صعب، وحاولت انه انا ابدا في انتاجي الخاص، يعني بدايتي تكون بالانتاج الخاص، يعني ما اميل للتقليد كثير. وقد كان يعني بديت يعني غنيت لفنانين اغنيات بسيطه، لكن يعني شرحت بعدك في انتاجك الخاص. بالضبط ايوه. الاميره استاذ ياسر قصتها شنو؟ والله الاميره يمكن تكون نتاج يعني حميميه خاصه كده، لكن شنو؟ يعني هي كانت تجريب، يعني مرحلة بتاع التجريب لي أنا ولخوجلي من ناحية النص، ويعني بسيط، كان نص بسيط وفيه يعني براءة شعرية كده، لكن ما في شك إنه أنا قصايدي كلها بكتبها بصدق فني عالي، يعني ما من فراغ، قصايد ذاتية، يعني يمكن تكون نتاج شيء حميم او هي انعكاس لشعور انا بحسه ما من فراغ كان، وكان فيه ما حتحكي لنا يعني قصه يعني ما بالتحديد، لكن انا بقول شنو؟ بقول انه خوجة لينا لما لميت فيه وقلت له يا اخي انا عندي نص ملحن واسمعك له، قام فعلا سمعه، وكانت ديك اول بدايه له انه نص سجله في اذاعه عطبرة، كان نص. ما بعده توالت الاعمال الخاصه من شعراء كثيرين جدا زي ما قال الاستاذنا عاكف، كان في امين صديق، في ابو عبيده، مصطفى، ما بعده كان شكلت زي جلسات استماع كده ضمت شعراء كثيرين جدا بما فيهم عادل سعد، معاويه عثمان الطيب، ابو عبيده، مصطفى، زكريا صالح، تاج السر، قاسم، يعني الاستاذ قاسم، كنا نلاقي النصوص من خلال عاكف. وكان ليالي طويله جدا في اتحاد الاودا والفنانين في عطبره، خوجة لذا يعني كان بيقعد لحد الساعه واحدة واثنين. عاكف ده في بورد طبعا بتاع لا 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 البروفات مقسم في الاسبوع على الفنانين، اخويا اللي ده كان كل يوم عنده بروفه، لكن ما بعد ينتهوا الناس. انا بشهد انه اخويا اللي فعلا كان زول مسابر جدا، وزول كان عنده قناعه شديده انه يقدم عمل خاص يخصه. تقول لنا بيتين من الاميره؟ غازله بسمات في جبينه، ويا حلاته يضوي لونه، رقه فياضه وحنونه، والدنيا تضحك في عيونه. ارجع للحته بتاعت خويلي،
بقول انه شنو يعني خوجه اللي كان مصير انه يكون عنده عمل خاص، لكن معاه كده كان لماح جدا، حتى الاغنيات اللي اختارها لغيره كانت ما بطريقه سهله. في الوقت ذاك اختار حنيني ليك لمحمد مرغني، يختار في الحقيبه مرضان باكي فاقد. هو عنده مقدره انه يوظف صوته، اي خط لمسه صوته على حسب الاغنيه اللي هي بتتناسب مع الحبال الصوتيه الخاصه بخوجل. خوجل احنا حنقيف وحنسمع الاميره ونستمتع بها ونبدا بها الجلسه دي ونرجع تاني نتواصل فيه بدون رصيف. نظرة تودي الزول لعوالم تفتح في المستقبل الفال، نظرة تودي الزول لعوالم تفتح في المستقبل الفال، وعيون تبكي النرجس، وعيون تبكي النرجس، وعيون تبكي النرجس تكتب للأطفال موال. يشرد مسعاي شوق اللغية يغني مودة، أجرك يشرد مسعاي شوق اللغية يغني مودة، شوق اللغية يغني مودة. La la la.
غير أحلامك أكد حيث النظرة الأولى عن مشوار فتر أحلامنا أكد حيث النظرة الأولى والإحساس المنك شلته الإحساس المنك شلته الإحساس المنك شلته المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل المستقبل كلمة بقول المستقبل المستقبل كلمة بقولها المستقبل كلمة بقولها المستقبل كلمة بقولها بنتواصل معاكم في بدون رصيف وخدلي. انت ما خرجت الى العاصمة يعني ظليت بتبدع وإبداعك موجود خلال يعني أو في حدود مدينة عطبرة. والله يا أخي هو يعني حقيقة أنا فعلا يعني قعدت في عطبرة كثير ولا زلت وموجود في عطبرة. عطبرة طبعا أنا تكونت شخصيتي يعني حقيقة وأنا ما أقدر أقول لك اتعودت عليها أو جمهور عطبرة، لكن باختصار شديد يعني عطبرة يعني مليانة في كل شيء، حتى حفلاتها عندها طعمها، وده ما بيمنع انه انا اجي الخرطوم. بتفتكر انه ظلم نفسه استاذ قاسم؟ لا هي حقه. والله نقف في نقطة مهمة جدا، انا افتكر السياسة والادارات الثقافية والاعلامية، يعني نحن اساسا عندنا قصور في حياتنا كلها، من الحياة الاساسية جدا اللي هو هسه طبعا وضحت جلية على مستوى المدن السودانية. الآن بقت ما في مدن سودانية، المدن كلها تهالكت وبقت ضعيفة جدا، لأنه أصلا في ما في راس السياسي ولا المخطط إنه المدن دي تنهض بشكل واحد مع بعضها. إذا كان في 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 الإعلام في المخطط في استراتيجية وفي تخطيط متين جدا وقوي، لكان كل المدن السودانية نهضت معماريا، نهضت صناعيا، تنمويا على مستوى التنمية البشرية، والمبدع في كل حتة يصل للمركز. نحن مشكلتنا هيمنة المركز، هي مقصودة ما مقصودة، المهم تسببت في أذى جسيم جدا على مستوى الحياة السودانية كلها. إذا كانت فيه استراتيجية حقيقية لنهضت مدن تانية غير المعلومة لدينا. هو كان ممكن برضه يعني يتحرك لو هو حابي، لكن هو اساسا ما حبيها. لا يعني حاسب انه عطبرة احتوت. انا 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 طبعا ضد الهجره، انا بتكلم عن ضد هجره الناس لمدينه الخرطوم. ليه الانسان ما يبقى قبل يكون في تعليم، يكون في صحه، يكون في مشاريع بتاع التنميه، يكون في فن، يكون في ثقافه، تكون في مسارح. انت من وين؟ من الدامر. تكون في مسارح. انا قعدت في الدامر، انا قعدت في الدامر. افترض تكون موجوده للان في الدامر، ليه جيت العاصمه وكاتب مسرحي ودرامي؟ ايوه كلام موجوده للان في الخرطوم وكاتبه في المسرح القومي، ليه ما تبعد في الدامر؟ يلا السبب اللي انا جابني الخرطوم او ام درمان هو السبب القومي ذاته، لانه انا استاذ نقلت في كشف عادي، زي ما كان الاستاذ بينقل من ضنقله لنيمولي ومن نيمولي لابو ظبيط. لا ما في ايدي، زمان ما كان كده، ما في واسطه. الكشف ده لما يطلع زمان وزير التربيه ما بيدخل يده. الزمان ده انتهى متين؟ ما انتهى، هو ده الكلام ده اتكلم عنه انا قريب، يعني ان احنا هسه نقلنا هسه وبعد ذاك شكل الحياه ذاته بقى مختلف جدا. يعني زمان صح ما كان في زول ممكن ينقلك، لكن الان في زول ممكن ينقلك، والان ممكن تكون ثابت في حته محدده، والان ما في عداله، ما في عداله في توزيع الاشياء، والان انت عندك القدره انك تقدر تغير في المكان اللي انت عايز تغير فيه بمطلق الحريه. استاذ عاكف ما 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 ما, 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 ما انا يا ريت كيف يا ريت لو كان انت عندك القلم اللي بيقدر تقدر تعبر بيه من خلال المسرح بتخاطب بيه جمهور، زي ما قال اخونا حميد يا بحر الحاصل لك ناسف لا قلم الفيض عصا موسى. يا ريت يكون انا عندي عصا موسى غير الواقع. في ايدك تاخذ الكلمه وتدي فكرتك وبعد ذاك يعني تخلي يعني كل انسان يفهم الحاجه اللي هو عايز يفهمها. استاذ عاكف انت تعاونت مع استاذ خودلي
ولحنت له ثلاث ارباع اغاني. ليه مثلا انت تعاونت مع خودي بالذات ولحنت له اكبر كميه من اغانيه؟ هل لانه حسيت بانه الحانك خوجلي هو اللي بيقدر يقدمها بالطريقه الجيده والممتازه زي ما انت حابب توصلها؟ والله هو طبعا انا اساسا لما بديت الحن يعني بديت ابحث عن 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 جديد، بديت ابحث عن حاجه جديده، اخرج صوت جديد عن المألوف، لا من حيث التأليف الموسيقي ومن حيث انتقاء القصيدة. يعني أنا لما جيت يعني زي ما ذكر أستاذ قاسم، يعني جيت لشقيقي ذو الفغار وقلت له على استحياء إنه يعني نحن نشيل من أستاذ قاسم قصيدة، لأنه الفترة دي كان قاسم شاعر أدى المرحوم مصطفى سيد أحمد الفنان الرائع أغاني جميلة جدا، فكون إنه مصطفى وأنا نخش في حتة مقارنة كانت فيها بالنسبة لينا شنو يعني زي نطة كده، فأنا كان مهموم بأنه أنا أقدم شيء جديد. سؤال في الريد أنا كنت أتمنى أنها هي تكون كانت في الحلقة دي عمل جديد من حيث اللحن، يعني يمكن أمين صديق ما لحن غير سؤال في الريد على ما أعتقد يعني، وكان مع مجموعة ثورة بعض الأعمال، لكن كان عنده لحن كان مميز. خوجلي هاشم أداء ما عادي، يعني أنا حقيقة سمعت خوجلي إنه في شاب بغني في مدينة عطبرة بشكل جميل بكذا، وأنا سمعت السؤال في الريد من خلال إذاعة عطبرة، يعني سمعت لحن عجيب، أداء صوت ما عادي، قدرة على التطريب، مساحات صوتية يعني كبيرة. بعد ده أنا قبل لا أسمع إنه أعرف إنه ده خوجلي عرفت إنه جاني شكك إنه ده هو الشاب المعني. بعد ما انتهت الأغنية قالوا استمعنا فيما مضى للفنان الواعد خوجلي هاشم، وبعد ده أنا طوالي سعيت لخوجلي، كانت عندي زي أغنيتين كده ثلاثة أغنيتين حقاتي بالإضافة لعمل كان آخر الكلام أنا معتقد الأستاذ قاسم، مشيت أنا أديتهم شنو خوجلي. بعد ذاك بقت في ثنائيه خوجلي ذاته نشجعني. يمكن نحن انا اقوم اجيب في الحته دي. نحن الان دار اكد الكلام اللي انت قبل قطعتيه انه نحن ما عندنا استراتيجيه اعلاميه واضحه على اساس انه تحصل تنميه للبشر السوداني ده كله. اذا نحن قمنا يعني امنا بانه هذا الفن هو غذاء روحي وهو ينمي البشر ويساهم في بناء اشياء كثيره جدا على مستوى التنمية أو على مستوى تربية الفرد، ويساعد على التهدئة. لا الفن يساعد على التهدئة. لا في نقطة مهمة جدا لازم أقولها الآن. نحن بالمناسبة الغنى الهسي حيتقدم في الحلقة ده، الغنى ده عمل قبل 25 عام. كلمة كانت يعني 200. لا حقيقي يعني كلمة كانت 200 قبل 20 سنة. قبل 20 سنة يعني نحن هسي المسألة دي المفروض كانت تتم قبل 20 سنة من الآن، إذا كانت نحن قاعدين ننظر للفنون نظرة جادة جدا. الفنون دائما هي في هامش، في هامش السياسيين وفي هامش الناس كلها، بالرغم انها هي اساسيه جدا. واذا اعتمدنا نحن في 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 منهجنا التعليمي وفي منهجنا السياسي على الثقافه السودانيه لساهمت كثير جدا هذه الثقافه وهذا الفن في ترغيه الذوق وفي ترغيه البشر السوداني، وخلتهم يكونوا مرتبطين ارتباط جدا بالارض. احنا نقف هنا زي ما قلت، الفن بيساهم مساهمات كبيره جدا، برضه هو بيساعد على تهدئه النفس وإنه يرجع لتوازنه مرة تانية، نخليك تتوازن وترجع ترجع تهدى. نسمع كلمة من خوجلي ونرجع تاني نتواصل. كلمة بقولها وأكرر قولها،
كلمة بقولها وأكرر قولها، كلمة بقولها وأكرر قولها. أنت تجيل النيل والخضرة، أنت تجيل النيل والخضرة، في أمان الناس الصبرة. حظا ود والشوق لبكرة، في أمان الناس الصبرة. حظا ود والشوق لبكرة. نظرة ود الزول يا عوالم تفتح في المستقبل فال. نظرة ود الزول يا عوالم تفتح في المستقبل فال. وعيونك تبكي النرجس، وعيونك تبكي النرجس، وعيونك تبكي النرجس. اكتب للأطفال موال. نظرة ود الزول لعوالم تفتح في المستقبل فال. نظرة ود الزول لعوالم تفتح في المستقبل فال. وعيونك تبكي النرجس، وعيونك تبكي النرجس، وعيونك تبكي النرجس. أطفال موال، اكتب للأطفال موال. كلام الناس غنوه، إلا كلام عنك صفى. كل كلام الناس غنوه، إلا كلام عنك صفى. جرك يشرد مسعاي، شوق اللغية يغني مودة. جرك يشرد مسعاي، شوق اللغية يا غني مودة. شوق اللغية يا غني مودة. المشوار 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 المشوار. فتر أحلامنا باقي الحين النظرة الأولى. المشوار
مشوار بدر أحلام لو أكل حين النظرة الأولى والإحساس المنك شلته الإحساس المنك شلته المستقبل كل ما بقوله 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 المستقبل كلمة بقولها للمستقبل كلمة بقولها للمستقبل للمستقبل كلمة بقولها للمستقبل كلمة بقولها أستاذ قاسم ما سمحتنا من أبياتك الشعرية والله تسمعنا شنو أنا أقوم أقرأ يتدفقي يتدفقي ما تكوني رقراق أبقي يا ظل يا شمس يتدفقي ما تكوني رقراق أبقي يا ظل يا شموس غطي المساحات بالوضوح استنهضي شوق الجلوس وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب ما تشفقي العطش الرحيل النير ركيزة ودمعة الأحباب سحاب وما تخافي من دم الغروب لو رتش اللوح الضباب ما دام ضميرنا الفينا حي ما دام عريق العشق حي ملحوقة يا مدن السراب نديانا بفرحة التساب اتدفقي في ايدان عمار اتربعي وفج الوجع دمع الألم ما يهددك ما خاب غناك فارسك رجع اتوهجي انت الشمس اتلهجي نورك سطع نور بوادينا الفساح ركزت مزامير الصباح مبكية غرية وغنبلة مسقية دمعة وسنبلة الليلة في ايدنا السلاح ريشة وكدنكة ومطرغة نبنيكي أحسن يا ظروف مخضرة دانية الغطوف نطوي المسافات نصبقة اتدفقي بلدك فداك توهطي وري البنايات العزيق محمية بعرق التراب لو نغمتك مسقية بالريد العتيق أنغام رباباتك تشيل معزوفة الليل والرفيق ما تصغري ما تصغري تكبر أماني السنبلة هيا اكبري تصغر معاني الغنبلة ما ترجع الصد للمدائن والقرى شيل الشحوب شيل الشحوب الاصفرار ادي البيوتات منظره يتدفقي في كل شارع وكل زول في روابين المحنه في ضمائرنا السهول يتدفقي في كل حته وكل بيت ابقي شان تحيا الفصول ابقي شان تحيا الفصول ونبقى عشان تحيا الفصول ونبقى وحنتواصل معاكم كمان عشان الاستاذ ساجد سيبرد يسمعنا دسي جراحي في عمقك تاني دسي جراحي في عمقك تاني في عمقك تاني أكيد تلقيني وعشان يا حلوة شموسك تشرق يرجع تاني البينك وبيني ليلك عتم طول شوفتك غبتي صباحك فات أفراحي صح الشجن الساكن فيني وطول الليل وحياتك صاحي عشانك دمعة جفت واكتر وخوفي عليك ما تلاقي صباحي صورة الحزن الحزن البحرق ملامح اللون النابت فيكي استنيتك وجيتك راحلة حدت صبري نادى عليك وكلمة زمان بتقول عيونك يلخلتني دوام راجيكي مسافة السكة السكة الطايلة واصلة السايقة وباكر جاية معايا بدوني غيري بعرفك ما بتحتاجي عليكي وصايا ولو طليتي لقيتي بزورنا زهور العزة علينا كفاية ودسي جراحي في عمقك تاني في عمقك تاني أكيد تلقيني أستاذ ساجد شنو بيلهمك عشان تكتب الشعر؟ يعني واحد
حبيتها ألهمتك إنك كتبت شعر؟ والله ما والله هي دي جزئية يعني لكن شنو أصلاً الزول ممكن يكتب شعر لغيم معنوية مختلفة كثيرة جداً. وبعدين أنا بقوم أقول يمكن الأنثى هي مركز كل الغيم المعنوية اللي هي تعني الوطن، تعني الأنثى، تعني الحرية. لأنه السؤال ده جهجهك كده ليش؟ ما شايفك جهجهت كده في السؤال ده. هو أنا أقول لك أي عشق سهل ما بينتج إبداع. يعني أنا بقوم أقول شنو الإبداع هو أصلا يعني نظرة لشيء عادي بمنظار ما عادي، لكن في النهاية يعني القيم المعنوية اللي بتقوم تشكل جوانا الغنائية هي بيكون فيها أجنحة ثلاثية، جناح للوطن، جناح للعشق، جناح للحرية. لأنه يعني لا معنى لأنه زول يعشق ويكون هو مثلا ما حاصي بغربة في وطنه. طيب لو يا أستاذ قاسم لو يعني خدتينا محصوص الوصف في الحقيبة وبعد ذاك يعني جينا للرمزية من بداية خلي الفرح إلى الآن في كثير من الحاجات الموجودة في الأغاني السودانية، شنو أيضا اللي كان ملهم بالنسبة لك؟ والله هو طبعا يعني الحب والعشق نفتكر أنه الود أساسي جدا للحياة يعني. لولا المحبة ما عنده محبة ما عنده الحبة. لولا المحبة ما في حاجات كثيرة جدا كانت ما قامت يعني. عشان كده انا بفتكر انه هذا الحب هو الحب بيجيب العذاب، بيجيب الضياع، بيجيب التوهام، بيجيب اشياء مفردات كثيرة بتكون سبب لكتابة الشعر. لكن بس بعد ذاك التعبير عنه بيختلف، زي ما التعبير بيختلف من انسان لاخر يعني عشان يوصل عشقه للاخر سواء كان على مستوى الذكر والانثى او على مستوى الصديق او الام او الكده. ممكن برضه يكون امنيات. ايوه كثير ممكن تكون امنيات. يا ممكن تعبر عن امان الناس. ايوه الناس الصابره. امان الناس يعني عجيب يا امان الناس بدون رصيد. عشق بك في العيون فرح التواصل، في العيون فرح التواصل. خطوة تاني تكوني أحلى، خطوة تاني تكوني أحلى، نحلى فيه عسل التغازل، نحلى فيه عسل التغازل. في العيون فرح التواصل، في العيون فرح التواصل. خطوة تاني تكوني أحلى، خطوة تاني تكوني أحلى، نحلى فيه عسل التغازل، نحلى فيه عسل التغازل.
خواطر وامشي لآخر مدى أبدي من طرف الخواطر وامشي لآخر مدى تلقي في يمغى المشاعر صوتي بحبك شدا تلقي في يمغى المشاعر صوتي بحبك شدا فرحل الحسرة وتسافر بين زمن الحب دا فرحل الحسرة وتسافر بين زمن الحب دا زين الشفغ الأماسي وظل الريد الندى زين الشفغ الأماسي وظل الريد الندى لا 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 وامشي لآخر مدى أبدي من طرف الخواطر وامشي لآخر مدى تلقي في عمق المشاعر صوتي بحبك شدا تلقي في عمق المشاعر صوتي بحبك شدا ترحل الحسرة وتسافر بين زمن الحب دا أرحل الحسرة وتسافر بين زمن الحب دا زي الشفغ الأماسي وظل الريح الندى زي الشفغ الأماسي وظل الريح الندى أفراح معاي بشتهيك أكبر ويالي وانت في الأفراح معاي البعاد ما هدى شوقي الرحيل كل الخطى البعاد ما هدى شوقي الرحيل كل الخطى ويفوت ثمن القساوة تكتب الأفراح هناي تكتب الأفراح هناي يفوت يفوت زمن القساوة تكتب الأفراح هناي هناي يفوت 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 زمن القساوة تكتب الأفراح هناي هناي تكتب الأفراح هنا بدون رصيف
بنتواصل معاكم استاذ خجلي. انت ليه يعني لو رجعنا لتعاملك مع استاذ عاكف عدلان ولحن لك اكثر من 3/4 اغانيك، يعني حسيت بانه هو يعني خلق لك مدرسه ولا كان موجود معك في 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 منطقه واحده وخلاك موجود في 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 قالب لحني واحد، يعني ما قدرت تتطور منه؟ والله انا بعتبر ان هي دي مدرسه. يعني مدرسه يعني لحنيه متفرده انا بعتبرها. يعني انا ما المفروض اقول الكلام ده لانه انا الكلام بغنيه، لكن في النهايه هو ده الحان استاذنا عاكف. فانا بعتبرها ان هي دي مدرسه لحنيه متفرده، وهي يعني لحنه كان سبب في تميز خجلي هاشم. نعم بالتاكيد، يعني بالتاكيد انا يعني انا استفدت من عاكف كثير ولا زلت، يعني نحن بنتعامل مع بعض من 85 بالضبط، يعني من 85 انا غنيت من كلمات والحان عاكف اغنيتين او ثلاث اغنيات، والتجربه يعني لا زالت. يمكن حقيقه نحن اخر اعمال يمكن امان الناس او كلمه قاسم قال 20 سنه، لكن هي ما 20 سنه لانه انا سجلتها في اذاعه عطبره سنه 87، يعني اكثر من 20 سنه. ويمكن نحن دي الغنى كله كان في الفتره دي لحد بدايه التسعينات. يعني نحن هسه يمكن اخر جديد يعني احنا قدمناه تقريبا في التسعينات. يعني بتحس بيه ما غيرك، فتح لك مجالات اخرى؟ ده فتح لي مجالات كبيره جدا يعني، وانا ذاته جربت التلحين ويعني حاولت قدمت عمل لحنت لاخونا الاستاذ قاسم اغنيه، بس نحن ما سجلناها لظروف يمكن حسيت بها انها يعني ما قدر الالحان حقيقه اللي تقدمت هنا، لانه انا تجربتي اللحنيه اصلا العاكف يمكن ما اداني، يعني خلاني انا اتفرغ للابداع، ما لقيت الحوجه انه انا امشي افتش لملحن ثاني في الفتره اللي انا تعاملت معه او انا الحن براي. لقيت حاجاتي معه، يعني لقيت حاجاتي معه وللان مدرسه تميزت بها. استاذ قاسم انت فتحت الدفتر عايز تقرا لنا شيء؟ انا يعني دار ارجع ل كنت ارجع للراكوبه دي ذات الاغنيه اللي اتكلم عنها اخو جيلي واللي هي من الحاجات اللي لحنه، وانا كنت اتمنى انه يغنيها في الحلقه دي عشان على الاقل يعني نقدر ندي المشاهد وندي المهتمين بمجال الموسيقى والدارسين يقدروا يقيموا تجربه اخو جيلي كملحن برضه، ما في التجربه السودانيه يعني غزيره جدا بتجارب الملحنين المغنين المطربين نفسهم ملحنين، ما اعرف كان ممكن تكون تجربه برضه جديره بالسمع والمشاهده. اللي هي القصيده اسمها الراكوبه، بتقول ولدوها غنينا طبل الفرح دقينا نفس الغبش عرضت، سوينا راكوبه من الجريد والتك اتمددت رقدت، ما كنت مرتاح من طينة سووك غيمة مشاوير، وزغردنا يوم ولدوك هتفت نقاقير، ما نحن كلنا ليك حلوة وسمح لونك، وفي الأصل منك وليك عشنا العذاب دونك، سوونا صفة وطار وغنوا لك الشطار اتمددت رقدت، ما كنت مرتاحة ما كنت مرتاحة تسلم مداين القش وما لمتك راحة ساسات قصور هش، سرقوها في ليلة بعد الغبش دقسوا قبال تشيل حيلة والليل يخط نفسه، ودوها في حتة لا فيها راكوبة لا فيها عض الجوع لا أم منكوبة، النوم جفاها شرد ما تمددت رقدت، النوم جفاها شرد ما تمددت رقدت. هنا برضو ممكن يعني نذكر الفنان الراحل مصطفى سيد احمد اللي هو برضو غير في كلمه من كلمات الاغنيه دي من عض الجوع. اي نعم صح، لا فيها حس الجوع طعم الجوع، وقام قال مصطفى سيد احمد الله يرحمه. الوقت ده كان عندك علاقه به؟ كان عنده يعني خجل كان عنده علاقه به؟ هو ما عنده علاقه، لكن كان يعرف انه في زول اسمه خجل هاشم من فناني عضبره ومفروض يلتقي به. وفي احدى الاعياد نحن قاعدين في التلفزيون قام خوجة اللي غنى اغنيتين لواحد من الفنانين السودانيين،
وهو قام انتبه قام قال لي الشاب ده صوته جميل. قلت له ده خوجة لهاشم. قال لي يا اخي يا ريت هو خوجة لدي يقعد ونقوم نديه الحان وكده. بعدين يعني فرح جدا بصوته. بعد ذاك لما قام عرف انه هو في اغنية الراكوبة وحيغنيها قال لي يا ريت تقوم تغيروها تقولوا عض الجوع، لانه زول لما يكون جعان المعدة عنده عضة شديدة كده. من الراكوبة نسمع بيجي الزمن؟ طبعا ان شاء الله. نسمع بيجي الزمن وبدون رصيف. اليدوب نجارته تتلمى وبيجي الفرح المفطط بفداية فاطمة والذلوكة والنمى خدار عمال كم عمال خدار عمال كم عمال زفارين تشرب اللمى زغاريد تشرب اللمة زغاريد تشرب اللمة
زمن اليدوب كارت للدم وبيجي الفرح المخطط بداية فاطمة والدلوكة والنمة بيجي الزمن اليدوب كارت للدم وبيجي الفرح المخطط بداية فاطمة والدلوكة والنمة خدار وعمار كم عمال خدار وعمار كم عمال زغاريد اشرب اللم بنتواصل معاكم. وأستاذ ياسر الشعر هو عندك غاية ولا وسيلة ولا بتحب يعني بتحس بأنه هو يعني أنت مثلا كان عندك مشكلة نقول مع حبيبة بتحس أنه هو وسيلة بوصل يعني كل ما تحس بها وعندك شنو غاية ولا وسيلة؟ والله هو وسيلة تعبيرية بشكل غير عادي يعني زي ما قلت لك المواضيع الحياتية العادية حياة الناس جايز واحد يكون مثلا مضايق من أي موضوع يعني في أي منحة من مناحي الحياة يكون عنده موضوع يقوم يجي يحكي لك يقول لك والله يا أخي حصل لي كده 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 دي قدرة على فن الحكاية. أنا بقوم أقول شنو إنه الشعر هو الاعتراف الذي لا يحاكم عليه قانون الاعتراف الوحيد ما بحاكم عليه قانون يعني بس بيكون شنو ما بالضرورة إن يكون أي قصيدة تكون ذاتية أو بتخص الزول في 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 تجربة مرت به أو كده. أنا ضد النظرية اللي بتقول المعاناة تولد الإبداع يعني ما كده. لكن في حاجة لا بد من إنها تصاحب العملية الإبداعية هي الصدق الفني. يعني أنا ما ممكن أجيب لي ورقة أكتب القصيدة لمجرد إنها تطلع قصيدة يعني. في ناس بيقوم يصنع النص أو يتغمص وخصلا النص بيجي بثلاث طرق يا أنت تحسه بإيحاء تلغائي منك تعبر به عن نفسك أو عن موضوع مختزن يلامس المجتمع أو بطلب إصغاط يعني واحد يجي يقوم يقول لك الله يا حصل لي كده 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 يا أخي ما تكتب لي قصيدة تقوم أنت تكتب القصيدة أنا بعتبر القصيدة دي من أفشل القصائد البقوم زول يطلب أي مصنوعة أو قصيدة يكون فيها إيحاء زول بيحكي حكاية لزول اثنين بيتكلموا عن موضوع أنا ما أكون طرف في الموضوع لكن أقوم أسمع الحكاية دي أختزين الذاكرة تختزين فجأة تقوم أنت تعبر عنها. طيب أستاذ عاكف لو ذكرنا مثلا انا اديك مثال اغنيه سالم من شعرها الذهب للاستاذ الفنان صلاح المبادر للحنه والدلحاوي وقال هو في قطر بمناسبتها من بدايه يعني غيام القطر جاه اللحن بتاعه انت من وين بتستلهم الحنك؟ والله انا بالنسبه لي اللحن ذاته يعني ولا بيجيك اول ما تقرا القصيده ما ممكن يكون ما قطر يعني ممكن يعني في 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 حالات كثيرة. أنا ممكن أكون ماشي تجيني لحظة الميلاد بتاعت اللحن لكن أنا القصيدة أساسا مجرد من أسمعها أساسا أنا بقوم أكون فكرة رؤية لحنية بعد ذاك بجي الرؤية اللحنية دي لما تجي تبقى على أرض الواقع والتنفيذ أحيانا بعض مرات ما تتنفس لحاجات أنا إيقاع القصيدة أو الرؤية ذاتها مع الهناية ما تكون ماشية لكن أساساً أنا بكوي الرؤية مجرد أنا ما قريت قرولي القصيدة بعد ده بكوي الرؤية كل القصائد والله كل القصائد يعني أي قصيدة يعني إسا أنا لما أشيل قصيدة ما يعني تاج السير ده بيجي يقول لي هاكدي أنا ما بشيلها منه لكن بقول له قرأ لي بيقرأ له كم قصيدة كده بقول له الديني دي أنا ما كل القصائد ما كل القصائد لكن أساساً رؤية بتكون في رؤية لحنية لأي قصيدة. أستاذ قاسم رأيك شنو في إن الشعر وسيلة ولا غاية؟ الشعر كائن كبير جدا في مفهوم الفلسفي في مفهوم الأدبي في مفهوم العلمي
لكن أنا أفتكر إنه هو هذا النسيج الإيقاعي، هذا الكائن الموسيقي اللي هو شعوريا بيتلبس، مش القائل الشاعر، لا المتلقي، وهو الأساس في العملية الشعرية عشان تقوم، هو زول اللي بيتذوق الشعر نفسه كويس زي السودانيين يعني. والتذوق ذاته هو مدارس وأساليب وبيوتات والبيئة والثقافة والمعرفة، دي كلها هي تشكل نوع التذوق ذاته من جانب المتلقي. في نفس الوقت الشعر هو رسالة، رسالة إنسانية عميقة جدا، رسالة إنسانية اجتماعية ثقافية فنية جمالية. لكن أنا لا أستطيع أن أفرق الشعر من مستواه الفني ومستواه الجمالي، لأنه ده الأساس. هو عشان يمشي بكرعيه للمتلقي ويقوم بالأثر المقصود، الفعل المقصود، يغلغل الزول الثاني ده ويفعل فيه ما يراد فعله، لا بد أن يقوم على أساسياته وعلى أعمدته وعلى أغراضه الحقيقية، يعني لا يخرج من إطاره الفني والجمالي. هنالك نظم، هنالك أخوانيات، هنالك مساجلات زي ما قاعد تحصل في شعر الدوبيت في أرض البطانة بين شعراء البطانة المشهورين جدا. هم الشعر يتم تداوله زيه زي الموية، زيه زي الأكسجين، زي الهواء. يعني لا أبوي وتشوراني ومجموعة من الشعراء في مدينة الدامر وعكير وغير وبشير وعثمان بشير وغير من شعراء الدامر الكثيرين جدا، هؤلاء الخلق يتنفسون شعرا، لو ما قالوا الشعر بيموتوا بالمناسبة. الشعر من خلال حديثك ذكرت مفردة الدوبيت، وأنا عرفت منك أنه خوي اللي بدوبي. والله لكن أنا ما قاعد أدوبي. لا هو إلا يقوم مثلا يعني في بعض المسرحيات، هو غنى لمقطوعات في مسرحيات وقام بإلغاء بعض المقاطع بتاعت الشعر الغومي. يعني أنا فترة طويلة حقيقة كنت مع أستاذ قاسم وأستاذ الفقار ديل يعني في مسرحيات، يعني لزمن طويل جدا كنت بشارك معهم في بعض النصوص المسرحية، ولكن الدوبيت ده هو قدر يعمل فيني الموجود وراه. نخليك ما الدوبيت، انا عافيناك، تسمعنا شو؟ والله يا اخي اسمعكم يعني اغنيه من كلمات والحان الشاعر عز الدين عيسى، وهو ما موجود معانا هنا، ودار نطلع شويه كده من 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 قاسم وعاكف وتيسير، وده اخونا عز الدين عيسى برضه من مبدعي مدينه عبره، وحنسمع له رحال. يبقى رحال وبدون رصيف. رحال طول الزمن جوال، كمان الرحيل مطال، اتحققت احلام، كمان الرحيل مطال، اتحققت احلام، خلاص كفى كرتان، وارمي عصا الترحال، خلاص كفى كرتان، امي عصت الحال، thank you.
طولت فيك اسفار بعدة من مسير طولت فيك اسفار بعدة من مسير لا امان ولا استقرار جديد ولا تغيير لا امان ولا استقرار جديد ولا تغيير كل ليل عد صباح كل يوم مرتخي كل ليل عد صباح كل يوم مرتخي طولت فيك اسفار بعدت من نسيت طولت فيك اسفار بعدت من نسيت لا امان ولا استقرار لا جديد ولا تغيير لا امان ولا استقرار ولا تغيير كل ليل عفو صباح كل يوم مرتخي كل ليل عفو صباح كل يوم مرتخي زمان لمتين يرجاك يكون رجيم أيام تمر سنين أقصد ضياع عليك أيام تمر سنين أقصد ضياع عليك أيام تمر سنين أقصد ضياع عليك العمر أراه أظن تاني يجي من العمر أراه أظن تاني يجي زمان لمتين يرجاك يكون رجيم أيام تمر سنين محسوب ضياع عليك أيام تمر سنين محسوب ضياع عليك ومن العمر أراح ما ظنه تاني يجي
من العمر الراح ما ظنه تاني يجي بدون رصيف بنتواصل معاكم. أستاذ قاسم، مرقد حسي ما زي بكرة؟ مرقد حسي ما زي بكرة، ما تتمسي يا المدخورة للأيام. مرقد حسي ما زي بكرة، ما تتمسي يا المدخورة للأيام. نخاف عليك لو شبح الظلام. ومرقد حسي ما زي بكرة، ما تتمسي إلا القمراء والنجمات يمرقن ضاف يقعدن في صقيع طله. وتمشي مع البنات مسروره، جفاف الصحراء ما تخليه وامشي عليه. مطرق بوراك صبابي وبيسراك لافسه توب ربت منه الخصر ملا. ما تدلي خليك فوق، ما تدلي خليك فوق. ولو صدقت منازل الشوف عليه عينة خريف اللغية ما جلى. ما تدعلي ما تدلي المنسرحة بين الأرض والسماوات. ويا زينة قمر طلة حدودك يا السميحة مطوق ما بين التراب والصحر والغابات. يا دغرية بين قلبي ومداخل الشوق مطر الشمس لو بلى. ما في فراق ما في فراق، خلينا الأمور للبيننا والجايات درية. ومرقت هسي ما زي بكرة، ما تتمسي البيناتنا دلوكة وصرد عين وألفية وبنياتنا مرقوعة وكجورية وصهي النقارة صقرية وليداتنا. بيتنا الجاي ما لين احنا، بيتنا الجاي ما لين احنا، للجايين من الصحراء ومن الأرحام، من الغابة والأصقاع والأقلام، من لما تنفر سمحين على الأحلام. البيناتنا أقوى من الدواس والضجة وأكبر من كلام وكلام. أصل الصورة لا منحوتة لا تمثال، أصل الصورة لا مكرورة لا منسوخة لا أزلام. أصل الصورة نيل شق الشدر والصي لا ملانة لا خلانة لا كلانة لا ملانة لا خلانة لا نسف المسير هدام. ومرقت هسي ما زي بكرة يا المدخورة للأيام. شكرا لك أستاذ قاسم. أستاذ تاج السر، العلاقة بين الشاعر والمغني علاقة وطيدة، بتجمعهم مفردات ومواقف وأيام وليالي أبدعوا فيها وأنتجوا منتوجهم الإبداعي اللي بيستمع له الشعب السوداني إذا كان في عدبرة أو خارج عدبرة. وأيضا بتكون في قدرة على استدعاء المحبوبة في موقف من المواقف اللي جمعتكم. وهنا أنا بستحضر الفات زمان. الفات زمان هي برضو من الأغنيات اللي جمعت بينك أنت وأستاذ خوجري، وعندها قصة وموقف خلتك أنت تكتب الفات زمان. صحيح، إنه يعني الفات زمان فعلا أغنية
فيها حميمية شديدة جدا بيني وبين خويلي، وكان لها يعني فعلا قصة، وفي في في مطلع أنا بخاطب فيه، ولكن الموقف أنا مضطر أقوم أقوله يعني، رغم إن أنا ما بحب أقوم أحكي القصيدة إنها هي حصلت عشان كده وكده، لكن لابد لخصوصية النص. أنا لقيت خوجلي في اتحاد الأدباء والفنانين قاعد، وقلت له يا خوجلي وين الناس؟ قال لي الناس مشوا في زميل ليهم عنده زواج شقيقته. استغربت إنه خوجلي الفنان الأول في عطبرة وما شارك في الحفلة دي، رغم إنه الدستور بتاع النادي بيحتم على أي فنان يشارك زميل له. قال لي يا أخي أنا والله مع زول ده أنا مختلف، مختلفين كده ده يعني ما كان علاقاتهم كويسة يعني. قلت له يا أخي ما في مشكلة، نحن نقوم نمشي الحفلة دي. قام قال لي يا أخي أنا ما بمشي. المهم قلت له يا أخويا لي سيب الناس أنا داير أسمعك بس، أنا ما عندي شغلة بالعرس ولا كده ولا أي حاجة، أنا بس داير أسمعك تغني. أغنعته إنه نمشي، طلعنا من حتى الاتحاد قفلناه وخطينا المفتاح بتاع الاتحاد عند كشك بتاع كشك جنب الاتحاد، وفتنا بيت الزواج ده. مجرد ما خشينا لقينا واحد من اخواننا اسمه عبد العزيز حسين فنان كان بيغني، شاف خوجلي اظنه غنى فتره طويله، شاف خوجلي من خاشي طوالي قدمه، قال لا مع اخونا خوجلي هاشم. اول حاجه عبد النبي ده شقيق البدي جاء مسك خوجلي وزاب اللي كان بيناتهم يعني، اتصافوا وخوجلي مسك المايك وبدا يغني. انا ما كان في خاطري ولا في ذهني انه يقوم يغني لي اغنيه من اغنياتي القديمه، كنت مغسول من الاحزان يعني. خوجلي قام غنى اغنيه بالتحديد اصلي ما غلطان عليك، اغنيه من الاغنيات اللي اديتها له، قامت رجعتني للحته دي تاني، رجعتني لمسائل عبرت وفاتت وانا كنت مصالح جدا مع نفسي. مجرد ما خوجلي بدا يغني في الاغنيه انا زهقت جدا من الحفله وفت خليته مغني ولا عرفته تاني حصل لي شنو. مشيت البيت، لما مشيت البيت اصلا ما نمت، خوجلي الحفله انتهت ومشى ونام وكده، وانا ظليت مساهر يعني. قمت طلعت ورقه وقلم كتبت المطلع ده، بقول لاخويا اللي كنت قايله فات زمان، انا الحاجه اللي كنت قايله فاتت زمان رجعته بطعم الغنى. انت يا اخويا رجعت لي الحاجه، اقرا 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 اللي كنت قايله فات زمان رجعته بطعم الغنى، احلام صباي والذكريات هومت فيك في الدندنه، تعرفي جواي نغم لسه القليب بدك هنا هنا في حتة النازل هنا، ناسي الزمان تغيروا لكني ما تغيرت أنا، أطياف هواي يحلي لجات تسأل علي ملهوف كيف، أجمل صور عبر الخيال مرسومة في خطوط الحروف، وحسرة القلب اليتيم وضيعة القلب الرهيف، ويحلي لطلات الصباح وضي العينات الشفيف، موعود معاي زمن الشجون شوق الحنين لوعة حزين، لمتين معاك سفر الشقا قل لي متين لمتين يكون، مكتومة في أعماقنا محبوسة في دموع العيون، وكأني مديون للفرح أدفع سنين من عمري دين، وكنت قايله فات زمان رجعته بطعم الغنى، أحلام صباي والذكريات هومت فيك في الدندنة، تعرفي جواي نغم لسه القليب بدوب هنا، وناسي زمان تغيروا لكني ما تغيرت. مديون مديون للفرح ما للحزن. هذا دي حتة يا أستاذ. أنا بقوم أقول شنو، طبعا الأغنية دي عبرت لأخونا الفنان محمود عبد العزيز، وانا والله بقول انه محمود لا اشك في انه راجل فنان، راجل فنان
وقدم عطاء سر جدا يعني انا بعتبره انه من الشباب المثابرين يعني. لكن اعيب عليه حاجه واحده انه النص بتاع الفات زمان اول حاجه ما عبر له في ظروف طبيعيه اصلا. سمعوا من خوجلي والمهم كان في اشكالات كده بين المصنفات وشركه البدوي وكده وفي النهايه تراضينا انا وخوجلي حصل تعدي على مفرده. لكن المهم المهم النص ذاته المهم النص انا لو اعتب عليه في انه غنى النص وفيها تجاوزات في المفردات. مثلا يعني محمود بيقوم يقول يعني هل كان مقصود ولا سهوا؟ والله لو كان مقصود او سهوا هو اخلى بالنص. ولو كان النص ده قدم للجنة نصوص محمود حاول يجيز وكده لما كان يجيز لانه الكلام اللي بيقوله محمود بيقوم يناقض المعنى بتاع النص. مثلا بيقوم يقول لسه القليب بدق هنا. هي في الواقع انه هنا اسم اشاره يعني بما يعني المكان. لسه القليب بدق هنا هو بيقول لسه القليب بدق انا وناسي زمان يتغيروا لكني ما تغيرت انا. انت يعني سعيد وفرحان وكده وقليبك بدق هنا طيب ليه تقول فاز زمان ما تقول انا في الحاضر ومرتاح. الحته الثانيه بيقول اجمل صور عبر الخيال. انا بقول اجمل صور عبر الخيال. صور دي مسلسله عبر الخيال يعني. واحلام صباي الليلة جات اسأل علي ملهوفة كيف
المنصور عبر الخيال أجمل صور عبر الخيال مرسوم ما فيه خطوط الحروب يا وجعة القلب اليتيم حسرة القلب الرهيب يا حليلة طلعت الصباح يا حليلة طلعت الصباح هي العوينات الشفيق هي العوينات الشفيق أستاذ قاسم لو طلبنا منك قراءة موازية فراق الحبيبة بالضبط والله أقرأ القصيدة لأنك لأنك معايا وحضورك مرتب لأنك معايا وحضورك مرتب
برغم المسافة احتسفت الغياب، لأنك معاني وعشانك بعاني، وصولك يرجع شجون الإياب. بشيل من حروفك ورصك متارس، أقابل سيولك سيوفك برحشة حماس. أعنون ظروفك رسائل عديدة، وحول سكونك عواصف شديدة، عواطف شديدة شوارع تحصل، رسائل تحصل شوارع توصل، وشوقي المدفق يحاكي النوارس. لأنك عظيمة بشيلك عزيمة لروع للهزيمة ونجاد للفوارس. لأنك بدونك بكون الكسوف، يلقط ظلام الليالي النجوم، غيابك عزابيل بهد الكتوف، وصنت سكونك صبيب الغيوم. فقدك حضورك، بعدك رجوعك، بعدك رجوعك، فقدك حضورك تغني المداين ويسلم ربوعك. غيابك مسافة ومدار، شحوب انتظار تعودي وتجودي، وأفرش ظلالك بوادي وأنوم. تعودي وتجودي وأفرش ظلالك بوادي وأنوم. ويسلم حضورك. شكرا لك أستاذ قاسم إنك كنت معنا في بدون رصيف في هذه الفترة الخاصة. كل سنة وإنت طيب والعيد ينعاد عليك. شكرا لك كثير. شكرا لقناة الشروق، وشكرا لكل الواقفين حول هذه الكاميرات من مخرج ومصورين وفنيين، وشكرا للشعب السوداني الذي دائما علمنا أن يسمع لنا ويحترم إذا نحن قمنا أقلقناه. ونتمنى أن نكون نزلنا بردا وسلاما عليه، وكل عام والشعب السوداني بخير، وربنا يجعل البلد طيب إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عاكف، كل سنة وإنت طيب. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ يسير، كل سنة وإنت طيب. ثانية. شكرا لك. شكرا لك خوجلي. شكرا لك وكل سنة وإنت طيب مرة ثانية. وإنت عزيزي مشاهد قناة الشروق بنقول لك كل سنة وإنت طيب والعيد ينعاد عليك بصحة وعافية. كنتم معنا في بدون رصيف. لو وفقنا نتمنى أن نكون قد أيضا وجدنا بهذه الكلمات وهذه الأغنيات مساحة في قلوبكم، ولو أخفقنا فاعطونا أجر الاجتهاد. بالسلام بتأملك زي السحابة تمر تبخلي بالسلام مجدوها جيب في حضرتك السمحة الكلام بترتاحي للمواسم النايمة في حضن العبير والليل زفي بكبينك يلفظ النفس الأخير منك بترتاحي للمواسم النايمة في حضن العبير والليل زفي كبيرك يلفظ النفس الأخير زي الصباح تسهري وشك قمر شعرك حرير زي الصباح تسهري وشك قمر شعرك
الحريق والطلع زي العيد تهيل كل الغوافل والطلع زي العيد تهيل كل الغوافل تكتسي كرنفالات يا كرنفالات كرنفالات يا كرنفالات يا كرنفالات الهلا الممدودة في عيون الزمن نظرات عويناتك تمايم تحمي من سحر الحزن الشرور فوق هدب الغيوم مطلية بفرح الوطن الشرور فوق هدب الغيوم مطلية بفرح الوطن كل الغنى الغنيت فيه ثوب جديد للشجن كل الغنى الغنيت فيه ثوب جديد للشجن كل الغنى الغنيت فيه ثوب جديد للشجن يا كرنفالات يا كرنفالات يا كرنفالات يا كرنفالات كرنفالات الهنا الممدودة في عيون الزمن نظرات عويناتك تمايم تحمي من سحر الحزن مشرورة فوق هدب الغيوم مطلية بفرح الوطن مشرورة فوق هدب الغيوم مطلية بفرح الوطن كل الغنى الغنيت فيه ثوب جديد للشجن للغنى الغنيت فيه ثوب جديد للشجن كرنفالات يا كرنفالات كرنفالات يا كرنفالات كرنفالات يا كرنفالات 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 يا كرنفالات يا كرنفالات